رجعنا مع عبد اللي شو تايم، وحكينا من اول البرنامج على التيماتيك نتاع الماء وعلى اهميه احتفاظ على الماء للاجيال الجايه. حبيت اليوم نستدعى جيل المستقبل، وليداتنا الواعيين باهميه الشيء اللي نحكيه فيه. نستقبلوا مع بعضنا ايهم، احمد، هارون، يوسف وساندرا. أطفال اليوم، شباب المستقبل، فخر تونس. جاوكم عاد، التسليمة هذية. أنا راهو مش نعم فيها خاطر فازا، راهو خاطر فما كورونا معناها، فهمت؟ سافا الوليدات؟ سافا. هيا عرفوني برواحكم. اسمي ساندرا المثلوثي، نقرا سنة ثامنة، عمري 13 سنة. نقرا في المدرسه الاعداديه بمنزل بوزلفه، ناشطه في جمعيه المواطن الصغير باشراف مسيو انيس الغنان، قدم له تحيه بالمناسبه. تحيه. يوسف بن حام، ثامن اساسي، نقل سيركلوت بلي. معرس عندك صغار؟ لا. باهي. اسمي ايهم العجيمي، نقرا في المعهد النموذجي بكبلي سنه ثامنه بيلوت، وعمري 14 سنه. وانت؟ اسمي احمد العجاوي، عمري 14 سنه. نقرا سنة ثامنة في الإعدادية النموذجية بقبلي، فرد كلاس. نحن فرد كلاس، معناها قلبين هالدنيا مع بعضكم، تظهروا عقلين كي وانتم تيجوني دوسيات، ما تخافش. وانت؟ اسمي محمد هارون بن حمد، نقرا في المعهد النموذجي بقبلي سنة ثامنة، وعمري 14 سنة. ملا تحية خاصة لقبلي وأهلي قبلي واللي يتفرجوا فينا الكل والناس اللي يتفرجوا فيكم. خليني نفسر علاش انتم هنا بالضبط. انتم فزتوا في مسابقة ماء وناء أمانة. المسابقة ذي منظمة من التعاون التنموي الألماني جائزاد، ومعهم وزارة الفلاحة، وزارة التربية، وتعاون مع جمعية غيزو أنفون دو لا تير. انتم قدمتوا في المسابقة ذي أغاني إسلام وراب، والموضوع متاحة هو التشجيع على المحافظة على الماء. شكون ساعة عمل فيكم الراب، شكون عمل فيكم إسلام؟ خلينا نفهم. انا عملت سلام. انت عملت سلام؟ نحن الاربع راب. عملتوا الراب، كيفاش جاتكم الفكره؟ احنا مغرومين بالراب، معناها مغرومين بالراب، اي ديما نسمعوا فيه. قلنا باش نستسهلوا الحكايه نعملوا راب خير، باش توصلوا الميساج، توصلوه بالراب، تقبلوا الصغار والناس. وانت كيفاش جاتك الفكره؟ احنا عندنا جارتنا، بالرغم من اللي دارها كبيره يعني ياسر، فاتورتها تجي خفيفه. قلت لها انت عليه، معناها رغم اللي دارك كبيره وعندها برشا اولاد، معناها فاتورتها تجي خفيفه. سالتها يا اخي، قالت لي الطرق نتاعها اللي بشك ما تبذرش بها الماء، وعطتني معناها فكره. يا اخي تعاونت انا وياها وكتبنا سلام مع بعضنا. والله يعطيها الصحه، سلمني عليها برشا. الميساج هذا سمعته من زوج شخصيات اخرين، اللي هما رايا ميا وجمل. اللي قبل ما نتعداو اليوم ما نسمعوا الاغنيات نتاعكم، شنو تحب تقولوا للناس اللي تسمع فيكم والوليدات، وصرتوا على الموضوع هذايا تاع حق الاجيال الجايه وحقكم انتم زاده في الماء؟ نحب نقول لهم الفايده في الرتبه والقداء، مش في كثره دفقان الماء، وراهي نظافه، حسن تدبير، وعمرها ما كانت في وتبذيء. صحيح، برافو انتم الوليد. نقول لهم اللي تبذير الماء راه مش ينفع في حتى حاجه، حتى كما نقصت منها راه مش حاجه مخطره، ما يلزم باش ما تخلي الاجيال القادمه باش يستاهلوا. ان شاء الله هذايا اليوم يكون انطلاقه فيها بريز دو كونسيونس، باش الناس تفيق وتفهم اللي احنا زاده في تونس زاده راي في ازمه كبيره ياسر نتاع ماء. عندنا 430 متر كوب بارابيتون، اللي هذا اقل من فقر واقل من الشح المائي، واللي هو ابارتير من 500. دونك نحن اليوم وضعيتنا خايبه، مزريه برشا ومخطره برشا، كان ما نفيقوش على رواحنا. راهو ولاد ولاد ولادنا، راهو اخطر من الايكونومي واخطر من السياسه واخطر من برشا حاجات. ومحلاكم الجيل هذا اليوم، نفرح كي نشوف وليدات كيفكم هكايا فاهمين اللعبه. وساندرا عجبني ميساجك برشا، ولذا نحب نسمع السلام اللي ربحت به الجائزه. تحيه خاصه لساندرا باش تحكي لنا على السلام نتاعها. سمعنا السلام نتاعها. يا توانسه رجال ونساء، على حد سواء، استحفظوا باللي تقدروا على الماء، اللي نابع من الارض ونازل من السماء. وقولوا لي الواش فاش قام،
وعلاش؟ نجاوبكم على خطر على قريب باش نعيشوا العطش في الفيلات والحوايج. قولوا لي ما لدلنا كيفاش؟ باه تبعوني في اللي باش نقولوا باش الماء ما يتفياش وما يوفاش. نبداو بمغسيل الغلة والخضرة، صبوا تحت نبتة ولا شجرة، كيما زيتونة ولا ليمونة، خير من اللي يمشي خسارة في السيفونة. وهكا شوف جنينة راوية وتحفونة، فغسيل الحوايج وغيره وصفوا ماء التسليل للساج بادي، خير من اللي يمشي للمجاري خسارة يهمل بالسيل. وراهي نظافة حسن تدبيق، وعمرها ما كانت في وتبذيق، والفايدة في الرتبة والقداء مش في كثرة دفقان الماء. وراهي تنشيف على قاعدة خير من تسيقة والماء ماشي تفيقة، وغسيل السيارة مرة في القداء مش بسبب ولا بلاش. استلوا شيفونا خرجوها نظيفة وتحفونا، والحاصل حركة لطيفة وفكرة طريفة، نجم توصل دار نظيفة وجنينة وريفة فاتورة خفيفة. يعطيك الصحة، كلام موزون وكلام ومعنى. زيادة كما قالت سرتوك التسيق، نحن عنا نهار كامل نزقص قدار دارنا كي الجرمان، نهار كامل نصب سطل واحد والدنيا وتويوات تمشي ويسيق، ومن بعد على طرف غبرة بعد ساعات القرة مثلا 10 سنين ما فماش سطل ماء في دار وتصب، يعني فهمتني شوية، بالرغم عندهم ماء أكثر منا داروا مع 10 سنين سطل ماء ما تصبش في القاع. نحن كل سيق بالماء خالد الماء، ونهار كامل بق 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 تقول وز، أصلا مش توانسة، أصلا وز ولا بط مش تضحك. تو اخويا سمعونا الرابوريت والدنيا الكاسحين الاولاد، تحسكم كاسحين كلاي بي بي جي امورنا بي. تفضلوا هاي ما تكونش موجودة هنا، هذاك علاش التخلف والناس بطالة، والنبات الأخضر والبرتقال والتفاح هذا الكل قاعد يتغذى بالماء. علاه تعمل هكا يا صاحبي؟ راني مستاء، ليش هكا؟ علاش هكا؟ يا يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة، برافو. نذكركم اللي وليدات الذومة فايزين بالجائزة بالغنيات اللي عملوهم على التام متاع الماء، مبروك عليكم. الموضوع هذا مهم لنا وليكم الكل، ومهم لبلادنا ولولاد ولاد ولادنا. فاصل ثم نعود. رجعنا مع عبدلي شو تايم، رجعنا مع عبدلي شو تايم، ورجعنا مع الربح. قبل كل شيء، قبل ما نستقبلوا عنا ضيفة مثيرة للجدل، عنا زادة كرهبة مثيرة للجدل، برشا برشا وبرشا ناس نسمع فيهم يقولوا لي يا عبدلي كيفاش نربحوا الكرهبة؟ نقول لك سهل ياسر، تربح الكرهبة تبع في حرف أعر 85 899، واللي تعلموه الكهرباء قليب تخرج. وزاد عندكم اليوم الاختيار في الكهرباء لأول مرة في التلفزة التونسية، اللي بشي يربح يختار ما بين 3 أنواع متاع كراب، 3 موديلات، فيات باندا إيزي، فيات باندا سيتي كروس، وفيات فيورينو أوتيليتير كوميرسيال متاع خدمة. كيفاش تربح واحدة من الكهرباء ذوما؟ تبعث حرف A على 85 899، تبع أكثر من مرة باش تقوي حظوظك. أهو إذن مشاهدينا الأعزاء، أحبنا الأوفياء، أصحاب السعادة والفخامة والمعالي،
نحن نعلم جميعا بأن عالم السوشيال ميديا أصبح كخبزنا اليومي متصدرا لاهتماماتنا الحياتية، وعشان كده معنا ومعاكم نجمة كاريزماتيكية بلا حدود، مؤثرة جدا لدرجة تفوق كرم أهل الجود. إلينا وليكم النجمة التي وقع تكريمها مؤخرا من إدارة مدينة تونس للآداب والكتاب، لبوة الإنستغرام عن جدارة، ليدي سمارة. ليدي سمارة مرحبا بك. عايشك مرحبا بك في عبد اللي شو تايم. ميرسي. ليدي سمارة نجمة من نجوم الويب في تونس، شخصية مثيرة للجدل، اللي تبعوا فيك قريب نص مليون على الانستغرام، نص مليون تونسي للايف نتاعك يتبعوا فيهم برشا توانسة بالالاف. تخرج تحكي مواضيع بالنسبة للمرأة تسمى جريئة برشا، مواضيع جريئة جدا جدا، وعمل جمهور فيدال يحبك ويدافع عليك، ولكن في نفس الوقت عملت دي بوليميك وعملت برشا أعداء، وخاصة بوليميك الجمعة هذه برشا عباد داروا عليك على الحكاية تنحكيوا عليها. لكن خلنا نتعرفوا شوية على شكوني ليدي سمارة. اللي نعرفوه عليك امرأة عادية، يعني ماكش متخصصة، ماكش جورناليست، انت ظهر لي اختصاصك ميك اب. هو انا اختصاصي ميك اب صحيح، لكن انا زاد خريج المعهد العالي للفنون الجميله، تصوير فوتوغرافي الاختصاص. ما خدمتش بيه صحيح، لكن هذه قرايتي. نحبوا نعرفوا كيفاش جيت للعالم هذا، اليوم تلقى روحك تخرج وتحكي وتفسر اون ستار، وتحكي على تحكي في فن المجتمع معني. اي. وكل شيء صار بالصدفه، حتى البوليميك هذه صارت بالصدفه. انا دخلت مره في جروب وما كنتش نعرف شو معناتها جروب، واحده تكلم على المكياج، دخلت معاهم في لي كومونتير. يا اخي هو كي تشوف الناس وجهوني هما راهو نتبع فيهم، فهمت؟ قالوا لي علاه ما تعملش جروب بريفي. من الجروب بريفي تنقلت للانستغرام خاطر تخلط ياسر، ومن بعد يوتيوب، بعد رجعت للانستغرام خاطر حسيت روحي مرتاحه فيه اكثر، خاطر من غير تحضير ما فماش تصوير مونتاج. اليوتيوب تعرف حبلو برشا خدمه، وانا مانيش خدام. واضح. اي لا مانيش خدام. بديت تعمل في دي فيديو دي كونساي ميك اب ومكياج للنساء في جروب التانسة. لا في الجروب نتاعي انا. كنت اي هذاك هو الاختصاص نتاعي انا، حتى كي مشيت سافرت لتركيا مشيت في الاختصاص هذا مش بقرايتي. بعد فجأة خرجت من اختصاص ودخلت في المواضيع الحساسة. نرفزوني ونكتشفوا في امرأة تتكلم تتقبح تحكي تعاير بعد ساعات. كيفاش صارت انك خرجت من الدومين تاع المكياج وبديت تحكي في المواضيع الاجتماعية، في مواضيع حساسة؟ هي العبيد تنتقدك ديما في الحاجة اللي هي تحب عليها. انا كي كنت نحكي على المكياج كان ثم اقبال، مش ما سميش، لكن لمده عام كامل بخيسك نعلم فيهم في المكياج والحاجات اللي انا نعرف فيها، معناتها انا قريتها ونقري فيها ونعمل فيها بالفلوس، نعملهم معناتها نوري للعبيد غراتويتمون ويسبوا ياسر. حتى مكياج ويسبوا. فوالا انا لمده عام ولا قداش عمري ما سبيت حد، معناتها كنت بروفيل اخر جمله واحده. نتمالك اعصابي. لكن كانك تقول لي تلمو سبوك سبوك سبوك، سكت سكت سكت، وحبيت ترجع الفاست. اي هكاك حبيت تشد البخ. ولا فعل ردت فعل ولد؟ لا ولد فعل بالنسبه لي. شنو فعل؟ هي ردت فعل لكن لعبت راها فعل. فهمتك. اي هكاك هكاك بالضبط. العباد ينتقدوك يقولوا شكون هذه تخرج وتتكلم ولا عندها جمهور ولا تحكي في مواضيع تاع العلاقات ومتاع لي كوبل ومتاع المجتمع. وهي لا تتقن اليات، شنو هي صفتها؟ ما عندهاش فورماسيون. لا هي بسيكاتر، لا هي بسيكولوج، لا هي عالمة اجتماع، لا هي معناها ما عندهاش القرايه هذه. هما حتى كي تبعوا ماكيوز يقولوا حجامه، معناها فما شكون قال حتى حجامه. يقول حجامه يقولوا يقولوا ديما هو تصغير، عمليه تقزيم. معناتها راك ما تصير مسك الموضوع هذا. لا قلق. لا في وقت من الاوقات كان يمسني، تعرف لطفي هذه البوليميك الوحيده اللي صارت في حياتي انا فرحانه بها، فرحانه من القدس بالفرحه. تحكي على جديده هذه. هذه اخر واحده نتاع معهد الكتاب. تنحكيو فيها. تنحكيو فيه. دونك شنو هو اللي خلاك تولي هذايا سبان؟ راهو سبان راهو حاجه 5% من لايف طوله ساعه ونص. اي. بفوق سيمون ساعات نسب انا طريقه كلامي هكاك، فهمت؟ لازم تخرج مني كلمه. لكن انا فهمت. فما شكون زاد يقول طريقه كلامك ماهيش نتاع امراه هكا بعفات، ماهيش مهذبه. لا انا مانيش. عباد ما يحبوش يشوفوا امراه تتكلم كيف قبيحه. ما كذبوش. اي لسانك طويل قبيحه. اي 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 ما كذبوش. هما لفقوا لي تهمه انا ما باطله منها. وعلاش انت قبيحه؟ ما هي طب تبيع. مو اسمعني كيكا انا اللي في قلبي على لساني. يا هنا مو تلفزه ما نجمش نقول اللي نحب عليه. قلت ننظم نحن ونفسخ. لا انا عندي عام ونص قاعده نحي فيها الصنعه هذه، وهاني نقصت برش ماهيش هك
قرينا الكتاب قالوا كيفاش سبينا قالوا كيفاش نحينا السبين ولينا نتصنعوا. اي قالوا لك كيفاش ما عادش تسب؟ لا ما تصنع انت وليت تتصنع. اي تتصنع وليت تتفينس علينا وليت 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 وقت اللي هو ليه. اي خي انت بمخك تبع في التوانسه شي يحبوا. والله عندك الحق. تطلع الكاميرا تقول لك شو لقيت فيها. يعطيك الصح. اكزاكتومون صح. اي بالضبط. لا انا ما نعملش اللي تحب عليه العبيد. في اللي تحب عليه العبيد الكل فما حاجات راهي صحيحه ولمصلحتك كي تعملها. انا ما عادش نحب. ما عادش نحب ما عادش نحب. نتقلق نحس ان المعلومه ما توصلش كما هي لازمها توصل معناتها يسمع الكلمه الخارجه ويخلي المعلومه كامله. انت اكثر المواضيع اللي حكيت فيهم باش نجحت من الاول علاقات انسى ورجال مواضيع المراه بصفه عامه مش انسى ورجال. اي الجمهور هو اللي يسالك هيك. انت توك جيت كنت تتفرج في اللايف نتاعي ولا صادف مره جاك اللايف تو تشوفني قداش نبدا نتملص منها الحاجه هذه لكن تجي فيها في خاطر عرفت اللي عبد اللي عاود في روحه نهار طول مثلا راجلي عمل لي صاحبي عمل لي انا نفرح برشا كي نحل مشكله عبد لكن كي تولي حاجه برشا 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 انا ماني نتقلق فهمت نحب نحكي معاهم في مواضيع اخرى مش كي ننسى مشاكل عباد اي اي انا مثلا عندك في كنت تفكروا الباساج نتاعي في عبد الرزاق الشابي وقتها اللي جابتني هي فان من العبيد اللي تبعوا فيا من اللي انا حليت لها مشكله من مشاكلها انا راني نفرح كي نحل مشاكل العبيد نفرح حليت شي مشاكلك نوعا ما اذا قاعده نخدم على روحي ونحسن من روحي هذه اقوى حرب انسان ينجم يعملها في الدنيا انه يحسن روحه انه يطور روحه ما نتصور ثم حرب اقسى منها معناتها مع انا كاركتير سامحني انا ماك تعرفني نتكلم لكن ماهوش راه رابيسمون نحب نقول لك توا انت تعطي في اكزامبل تحل في علاقات انسى مع رجلهم مشاكلهم وسماره ليدي سماره فشلت مرتين في علاقتها بالرجل عرست مرتين وطلقت مرتين يا خذيت راجل وما لقيت ما عرفتش تختار يا قبيحه ياسر كل مصحاح ما تتعشرش ما تتعشرش لا اما قبيحه شويه ومش قبيحه ما نحبش يكون يتعدى عليا وكا قلت لي قبيحه اذا يضطر الامر ماني باش نتقبح ما نوخرهاش بالتوالي في راجل تقبح في راجل مش كيما مش كيف كيف لا فما ليميت مع الراجل ما كانش تولي العركه تكبر ياسر وانا مش قدها بصراحه مش قدها فهمت تلفت انت طلقت مرتين يخليش مصداقيتك تنقص بالعكس بلا بالعكس يا اخي راه الشعب التونسي هبلك انا بالاخر لايف تلخرجت قلت لهم جاي ربي خطاوني كان جيت ربحت راني ربحت انا نزلوني على الرجال انا نتكلم بصدق كبير برشا شنو تقول الراجل مثلا ما فهمي انا توا هالفكره هذه جديده نتاع مرا وحدها ورجل انا مش عاجبني اصلا انا جو ديفونس ما نحبش المرا والراجل تخلقوا باش يكونوا مع بعض وانا توا كي مثلا نقولوا مثلا نشرب في برشا قهاوي في النهار معناتها نجي ننصح غيري يشرب برشا قهاوي في النهار مش بصرتي انا نجم ننصحك بحاجه انا بيدي ما قدرتش نعملها لكن نعرفها صحيح فننصحك به تصور واجب هذا فهمت يا اخي انا قدرت على الانترنت ولا خدمتك اساسيه مورد رزقك هو ولا خدمه هي خدمة ومعترف بها من الدولة معناتها. خلينا من المعترف. ما هو خاطرها خدمة، ما هو خاطر الشعب مازال ما حبش يفهم يعيش من. طبعا طبعا، لا أنا ما نعيش من الانستغرام، لا، ما نعيشش من الإشهارات، فهمتك شنو تقصد؟ ما نعيش، هي مورد رزق ولا بأس به، لكن مش هذه الحاجة اللي أنا قاعدة نعيش بها، لا، خاطر ماهيش حاجة راهي ماهيش دايما، ماهيش دايما. قولوا يتعكعكوا برشا. وحالة معاكم الكلمة هذه نكرهها ما نقول فيها خاطر موجودة اليوم اي اي تقولوا لي انتم تعكعكوا برشا وحالة معاكم ما تخلصوش الضرائب بهذه انا اول واحدة ساعة اول انستغرام مش معناتها راهو غيري مش يعمل فيها يسرق ولا لا لكن هي مازالت كي طلعت قانون جديد بطبيعتها وانا اول واحدة عملتها الباتين ده هذايا نتاع اسم نابورتوي ميديا جو بونس اسم التيتر نتاعنا انت انستغراموز بالباتين ده نتاعك معناها عندك حانوت نتاع انستغرام في القليبي بالضبط مثال شيء هكيك هكيك نجم تقول اذا باش بسطها لها الدرجه هذه قاعده تحكي عليك راه مش انا ما يهمنيش مش كان علي انا راه على اي وحده تخدم ببليسيتي ايه حد. بالباتين ده وليت انت اي معناها ينجم يدخل الحاكم انت تحكي يقول لك اعطينا الباتين ده اعطينا ما يثبت وخالصه القباضه ولا اس ان اس اس طبعا نتاع الانستغرام هكا نتاع خدمتك كانستغرام طبعا اس ان اس اس وكان عندك ناس تخدم معاك اعطينا الكنام نتاعهم اس ان اس اس لا هي الوحده بيرسون فيزيك الشركه تتحل التيتر نتاعها بيرسون فيزيك خلينا نمشيو لموضوع الساعه الموضوع اللي اكيد عندك برشا ما تحكي وتجاوب عليه سنحب نشكرك برشا لي نحب نشكرك برشا انت تعطيني فرصه باش نتكلم مرحبا نحب وتكلم نحب الشكر انا نحب الشكر به وتكلم الجمعه اللي تعديت فما تصاور دارت على الفيسبوك الاف التوانسه تفاعلوا معها
ليدي سامارا يقع استدعائها في معرض الكتاب وتتويجها وتكريم ما فهمناهاش شنو على شنو الدنيا تقلبت. الناس قالوا خليتوا الشعراء والأدباء والمثقفين والناس اللي ضحات الناس اللي تقرا الكتب الناس اللي كتبت الكتب شنو هي علاقتها بالكتب. جايبين ليدي سامارا ماكيوز امراه تحكي في الكلام الزايد وتتلبق علينا في الانستغرام الكلام الزايد اللي هما يقولوا فيها مش 10 مشكل مش مشكل خلينا يقولوا فيه ولا ما لازم. لكن شكون هي المراه هذيا وشنو هي علاقتها بالكتاب بمعرض الكتاب وبالجائزه؟ خلينا نفهموا ايش صار ساعه ايش وصلك غادي معرض كتاب عيط لك انت مشيت لهم ايش صار ساعه؟ اولا ماهوش معرض الكتاب هذيا مكتبه خاصه وهذيا معرض تجاري نوعا ما على خاطر يبيع في الكتب مش معرض الكتاب اللي مثلا حسنين بن عمو سنام الكاتب الكبير حسنين بن عمو هما اللي استضافوه على راس المعرض لكن انا مش في معرض الكتاب هذيا معرض خاص يتبيع فيه الكتب نتاع السيد الحبيب العقربي فهمت انا نقرا الكتب من قبل من اول حياتي ملي حليت الانستغرام دو طون زون طون نعطيهم كتاب نعطيهم والعباد يقولوا حتى اشتر الكتاب ما قراتوش المراه هذه مش تبعوا فيه راهو شعب الفيسبوك مش يتبع فيه اللي واصل على الفيسبوك لايف ساعه ونص تتنحى منه دقيقتين فيه كلمتين خارجين يتلصقوا في بعضهم يتحطوا في باجات الفيسبوك باش هما يدوروا بهم الدولاب. الشعب التونسي راني هكاكا يجي في الانستغرام يقعد رايد ويفهم العبد بيدو لكن اذا انت باش تخرجني في بوليميكي من هكايا باربعه فيديوهات قاعدين يدوروا عندهم ثلاثه سنين سي نورمال الشعب باش يتكلم هكا ما عليهوش لوم الشعب هذا اللي قاعدين يوصلوا له يا اخي على الاخر خاطر ما فماش ابشع من انك انت تبدا عباد تتبل عليك بالكذبتي انت شنو تقول انا عمري ما قريت كتاب وانا ثلاثة سنين وانا ننبح على الكتب انت ما تتبعش فيه هذا مش ذنبي ولا هو ذنبك زيد فهمت اما حاول تتقصى على الاقل تاخذ ديجا نشوفوا في الصور بتاع التكريم نتاعك اي دونك قلت لنا هذه معناها كيما البلاصه يتباعوا فيها الكتب هو معرض هذا يصير كل عام به في شارع حبيب بورقيبه اي شارع حبيب بورقيبه شارع حبيب بورقيبه وهذا معرض يصير كل عام وهذا لا يقل اهميه راه فهمت لكنه معرض تجاري اكثر شنو علاقتك بالسيد بالمعرض هذا شنو هي معاملتك به قلنا نحن ما لقيناش خلصوك عطاوك فلوس الحاجه ولا انا اللي قاهرني في هذا الكل انا خديت حتى فرانكو كليت السب نتاع الدنيا الكل الحاجه اللي عملتها هذيا شوف انا عندي ثلاث سنين نقرا في الكتب وديما نعطي فيهم في كتب به اخر مره كي هبطت لهنا لتونس المسيو الحبيب العقربي بنته صاحبتي فهمت ونعرف اللي عندهم مكتبه لكن ما كانوش ناشطين على مواقع التواصل فهمت كي وليو ناشطين على مواقع التواصل وليت نحط في ليزادريس نتاعهم مش عباد يلقاو الكتب اللي انا قاعده نحكي عليهم. الراجل عامل نسبه مبيعات عمرها ما صارت له في حياته غراس ا توا غراس ا موا اي المعرض تعبى كما لم يسبق له باش يتعبى في حياته نسبه المبيعات ضربت طريقه غريبه هو بيدو قال الشيء هذايا الناس اللي ما كانش عندها وقت باش تحل كتاب حلت الكتاب راهو المشكله مش في حتى حد المشكله في توصيل المعلومه طريقتي انا بسيطه وشعبيه جدا خاطر انا مرا بسيطه وشعبيه جدا واضح نوصل فيها بالطريقه اللي لازمها توصل الكتاب مو لحبيت راهو مش تحكي لنا كانك تنجم توصل بطريقه علميه عادي وانا متكيه هكا نقول لك شو تحكي لنا تقولنا نوصل بطريقه بسيطه كانوا اختيار كانك انت ياسر خشينه سامحني كانك ياسر خشينه مفكره كبيره لكن اخترت انك تفسر لنا بطريقه بسيطه انا قارئه وهل الكتاب اللي تحط عليه لهنا بري سوم ما يحتاجش انه يتروج ما دام تحط عليه سوم ما دام قال لازمو يتباع موافقك انا اي يا لطفي النتائج كانت رائعه هذيا ما نعرفش دار الانتاج ولا المعرض هذايا انت عملت له بوب ما عملتلوش بوب لا 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 ماهيش هكا الحكايه انا نمركي فيها باش العباد تشري من عنده الكتب خاطر انا مو جمهوري انا زاده خاطر كتب ديجا قريتهم انت قريتهم ونقرا فيهم وش سيون تخا معناتها نخرج فيهم منين باش نشريها انت عندك الكتاب نتاع فن اللامبالاة عندي بالعربي ولا بالسوري؟ لا بالعربي مش بالسوري انا نحب القرايه بالعربي لكن هو يبيع هكا وك ياك هاو كي صار خاطر بالسوري كل مره هبطوا عليك فيديو اللي نغلط ياسر باللغه الفرنسيه فتقتها الدنيا نغلط ياسر وديما باش نقعد نغلط فرنسا بعثوا ميساج لل لا لا انا مقرر اللي انا عمري ماني باش نصلح اللغه الفرنسيه نتاعي قررت سي قررت ولا قررت. عرفت اللي ما نتنشمش ما عنديش وقت فات الفوت ذاك في الفرنسي لا والله لا اغزني جاك مثال شيء راهو عقده عنا التوانسه سامحني هي راهو عقده عنا التوانسه انه اليوم تبدا تتقن اللغه العربيه والا تفشخها كما تحب بيتعاطفوا معاك اصلا فشخ اللغه العربيه ديما مفتوحه ديما لا مفتوحة. لا العربيه حتى تفتقها من بعضها يتعاطفوا معاك ويضحكوا
تغلط بالفروسية حتى هو يغلط بالفروسية ما يبدا شيخ عليك وعامل عاملين سامحني على الكلمه الدرنيير مو شفت على الفين متربع برشلونه شفت عملوك سامحني على الكلمه تقريده على الفيسبوك وقت قلت انا امراه درا شنو اينيت ولا ايليت ولا نسيت انا ديما نغلط بالفرنسي وما يهمنيش وما يقلقنيش وما نفسخش ستوري ونغلط وكان عجبهم او من الاخر بصراحه معناتها ما نحبش نصلح انا راسي يوجع فيا ديما نقعدش نصلح نقعدش انا ستوري اذا عودتها لازمك تفهم اللي انا النجم ما نغلط حتى غلطه كي نركز لكن انا ستوري اذا عودتها ما تجيش سبونتاني وما استوفيش لو لعبت زابيها لازم كيما تخرج هكا شنيا صار كيفاش وصلت للنهار هذاك وكرموك علاش كي هالمعرض كي صار قلت لك انا نسبه المبيعات كانت كيما قلنا الكتاب ماهوش تحفه باش تقعد نفضوا عليه الغبره الكتاب لازم يتحل باش يتحل في وقتنا تو وقت الانترنت ووقت التليفونات ووقت النتفليكس الكتاب مشيت هجا اندثر معناتها عنده مده مندثر وزاد اندثر وكل على راسه انا قعدت من العباد يمكن القليل اللي يحبوا القرايه لا ستوري نتاعي فيها برشا حاجات علاش تو كي نقول لك راهو عندي برشا حاجات نحكي فيهم باهي مثال كمل احكي لي على اللي صار هذاك هو كي صار المعرض هذا كلموني قالوا لي سمرش باش نحبوا نشكروك على نسبه المبيعات المرتفعه وعلى الجمهور اللي جانا جديد وعلى المراهقين اللي ولاو يحبوا يقراوا الكتاب شكر شكر بسيط شهاده شكر وثلاثه كتب كادو مشيت انا ذنبي اللي انا مشيت قامت القيام على هذا قامت ولم تقعد انا طلعت فرد نهار انا مشيت المعرض والصاروخ طلع لي حكيوها علينا اكثر من حكيوها على الصاروخ صاروخ ما حكيوش على مرتين ساعة حكيو عليه وانا جمعة هما ياكلوا لي في لحم انا نعرف اللي قلقتك برشا لا والله والله قلقتك لانك انت كنت تنتظر كيما ردة فعل كيما جماعة المعرض انه يقولوا يعطيها الصحة اليوم من المنبر نتاعها البسيط عاونت انهم كتب يتباع وتساهموا نورمال برشا مش شوية الاذكياء والمثقفون يقولوا والله مثالش كاليوم نستغلوا اليوم كان اليوم نستغلوا دي انستغرامور ولا ناس باش كتابنا يتبيع لانهم مشكلتهم كلها يبكيو من عدم بيع الكتاب والتوانسه يقول لك ما يقراوش اليوم كي جات شخصيه اليوم حتى ولا نقولوا هيا من الشارع ولا نقولوا يا سيدي هيا ماهاش لا هو مش من الشارع على محاله لكن لا مش معناها من الشارع نقصد عبد كلوشار مش الشارع يعني ينتمي الى الشعب وماهوش ما كتبقى تدعي انها تبقى لليت والمثقفه ثقافوت الدنيا مثالش كان اليوم مزاودي ولا انيماتور ولا دانسور والا عبد والا ماكيوز والا شخص عادي والا حتى شخص بسيط جاهل ما يعرفش حتى يكتب عاون في بيع الكتاب نشكره حسب ما فهمتني روى هذا اللي صاير هاني حكيته لك انا اللي نحكي لك فيه من ناحيتي انا وانت شفت اللي صاير من ناحيتهم هما هاجوا عليك ما يقلقنيش انا متعوده على حاجات ابشع برشا من هك شنو هو اللي ابشع من هك ظاهره وحرب عاديه ناس واصل لهم تصوير على انسان حتى الاعلام ما حبش يقول الحقيقه كامله فهو باش يتصرف على هذا النحو انت كنشوف الحروبات اللي تصير لك انت في انستغرامر في انستغرامر لكن كانت عندك رده فعل رد فعل نتاعي شيخه مش نورمال زدت 10000 نعبد على انستغرام العبيد ولات تقرا في الكتب اكثر المعرض تعبى اكثر نسبه المبيعات طلعت اكثر وانا اسمي تعرف لكن أكثر لكن في بلاتو بتاع راديو اي معناه في الورتاني جابوا صاحب المكتبة ودولة دار النشر وطلبوا منه يعتذر للشعب التونسي ساعة هو نوف الورتاني كأنك معناها حاجة ما نعرفش وصمة عار ولا ما نعرفش وصمة عار حاجة مسخت الكتاب التونسي مسخت أي توجع مش حلو وجعتني منه هذيك هذيك وجعتني وجعتني تعرف علاش مش وجعتني كلمة يعتذر ولا وجعتني وجهة نظر نتاعو ليا كل إنسان حر في وجهة النظر وجعتني على خاطر أنا نسالو اعتذار هذيك عاد كي انت تمن بالاعتذار اعتذر لضيوفك كما انت مثلا توا لطفي استدعيتني ومن بعد ما ظهرلكش باش تعديني على الاقل اعتذر لي خاطر انا ربيت الدعوه اللي انت وجهتها لي اي بيان سور وفسخني وكان ينجم يفسخني من جينيريك لكن وفسخني من الحلقه وفسخنيش من جينيريك الاخراني على شكون قاعده تحكي انت نحكي على النوفل الورتاني داكورد باهي واللي هذا اليوم نوفل الورتاني استدعاك وما عداكش اي في برنامج لاباس قبل وقتاش قبل هذا ولا توا تحكي؟ هي قبل عندها يمكن عام ونص الحكايه عامين حاجه هكا داكورد ولهنا في استوديو هذا نتاع التاسعه علاش ما عداكش حسب ما رأيك. عندي حتى فكره علاش استدعاك ساعه؟ استدعاني استدعاني كظاهره كانستغرامز ناجحه كحاجه جديده كمراه مش متعودين يشوفوها كحاجه للشعب التونسي وسجلت دخلت لهنا سجلت طبعا عندي كل شيء موجود بالك باش يخليها سوربريز اللي تكبري يوريها لك صديقي وزميلي راه ما نجمش زاد ما عندي حتى حاجه ضده لكن هو اذا يحكي على الاعتذار
هل انه مدير معرض كذاب اعتذر؟ طبعا قالوا لي نفتخر ولا اعتذر، قالوا انا نفتخر مش نعتذر. تي الرجل اللي قاعد يفي في الجزيره والعربيه باش يتكلم مع البوليميك هذي، وينكم انتم من الكتب كل عام اللي عملتوه فيا انا؟ كان عملتوه باش تشجعوا الكتاب، راهو الكتب عمت الازقه من الاخر. هي حكايه بوليميك، لو كان تصير في المصلحه برك يتبيع الكتاب، سيبوها ليدي سمر على روحها، اش عندكم فيها؟ ماما مش عاجبتكم طفيه، بيع الكتاب طم عشتراني ولا مشي شري مثلا. تتكلم على الكتب وانت عمرك ما حليت كتاب، عمرك ما قريت لكاتب تونسي، عمرك ما فهمتش معناتها تغطس في وسط كتاب، وكل المتعه اللي تحس بها، مره تبكي مره تضحك مره تنجز مره تطلع. كي تقرا كتاب تفهم غلط حيتاش معناتها الكتاب، ربي خلينا نقول هالكلمه ذي، الكتاب معناتها انا عشت درا قديش من عام وجيت عطيتك خلاصه حياتي في كتاب. انت ياسر مش ذكي كي ما تقراهوش، تحب تجرب وحدك ما لا جرب وحدك. كتاب هو خلاصة حياة ناس بشر، روح قاعدة تكتب، متعة كبيرة أنا نحبها. يمكن العباد تستغرب تقولك هي كلامها تقول في الكلام الخارج وتقرأ في الكلام، يا خشني العلاقة لا، خاطر قاعدين نشوفه في شخصية أخرى، نحن مش في أنا برسونيلمون مش هذه اللي نعرفها على هذه الشخصية اللي وصلت لك أنت على الفيسبوك. لكن كنتي تتبع فيا أنت لطفي راك ما تستغربتش مني لا طريقة الكلام هذية لا الكلام اللي نقولك فيه لحد شيء. أنا جمهوري عايش معايا نهار بنهار ثقة بثقة. شو جمهورك ما دافعش عليك؟ أنا ما نحبش يكون يدافع عليا. لا أنا ما نحبش. شوف 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 والله يا لطفي أنا نخرج وكل أنا مثلا اليوم باش نعطيك إكزامبل. أنا عندي جمهور تلفزي. طبعا. وعندي جمهور يتفرج في مسلسلاتي وأفلامي. وعندي جمهور يجيني المسرح. وعندي جمهور سبيسيال يحبوا لطفي الفينومين نتاع الانستغرام اللي يسب ومبلبزها ومنا ومن. هذوكم من غير ما نحكي ولا نهار كلمت واحد أنا بعثت ميساج. قلت لهم ولا باش عاونوني راني هجموا علي وهذا اللي صار. لا ويدافعوا علي. يدافعوا يا لطفي لكن مع جمهور علي. لا يدافعوا لكن كي يبداو هما هكا في وسط جمهور ملايين الملايين على الفيسبوك مع مئات الالاف من الانستغرام. ملايين سبوك فيسبوك راهو قاعده جماهيريه عظيمه. فيسبوك راه بجلاله قدره يترعد. انستغرام شنو اللي تحكي عليه؟ باش يجيوا كل ما نعرفش انا 100,000 شخص يدافع في وسط مليون عبد يسب، ماهمش باش يظهروا. وانا ما نحبهمش يسبوا وما نحبهمش يتعاركوا معاهم، خاطر نعرفها فتره وتو تتعاد. انا خارجه منها فرحانه. قلت لك لا سول بوليميك اللي خارجه منها فرحانه. لا سول. مادام حكينا توا نحن على البيع والشراء والكتب وصحيت انت عجبتني في فازه قلت مادام الكتاب تكتب عليه رقم يولي بيع وشراء. مادام انت مش تعطيو غراتويتمون. مش غراتويتمون، دونك فما تجاره في الحكايه. طبعا. نحن باش نحكيو اليوم على ان بارتنير. اللي هي ابليكاسيون تونسيه 100% ممكن سمعت بها فريوي كل جمعه تعاون الناس باش يعملوا ديزيكونومي وتزيد تربحهم دي بوان كاش وتزيد تربح كل جمعه 1500 دينار الواحد من المستعملين نتاع الابليكاسيون هذيا. الابليكاسيون هذيا 100% تونسيه. اليوم كي تيليشارجيها ونحكي للتونس الكل لانه اليوم التونسي ولات عنده أزمة في مكتوبه معناها ضعفت قيمة الشراء نتاعو وقدرة الشراء نتاعو ضعفت الكلنا ضعفت لأنه فلوسنا ديفيزي في واتر واف العالم الكل وما عادش عندنا مداخيل كبيرة ياسر. اليوم الابليكاسيون هذيا التونسية باش تعاون اليوم ديزيكونومي. أنت ماشية حاجة ما ماشية تقضي ماشية تحب تمشي تقيد في سونتر ماشية تعمل مساج ماشية ريستورون تلقى في الابليكاسيون هذيا دي زوفر حلوين يوصلوا حتى ل 70% وزيد مره في الجمعه تربح ان غانيون 1500 دينار في عبد الله شو تايم. ناخذوا ان بتيت بوز باش نستقبلوا الفائز في فري وي في مسابقه فري وي. واو سي سي وغايا بربي سامحني سيرين قلت قلنا باش نستقبلوا الفائز تاع الجمعه هذيا. وانت سيرين بالهادي ولا ولا الفائز يشبه لها الفائز في ثوب سيرين بالهادي ما عندناش الحق نربحوا نحن في نعرف نعرف ميساج خلينا حبيت ندخل شتيت ندخل وكا شتيت تشوف ليدي سماره منك تحكي لها شويه على الكتب تعمل هوني كلم فيك ولا بحق معش بكر علي عندي خدمه اي توس كنت مقرت عليك على شو يلي تفضل اي دونك مالوغوزمون لو غانيون اليوم هشام دمق ما نجمش يجي بحذانا ماهوش ديسبونيبل ان شاء الله انا بعثوا له الكادو نتاعو للفاقس انا جيت اليوم على خاطر عندي دو بون نوفيل دونك زيد كاتيجوري جديده في لابليكاسيون فريوي اللي هي موبل اللي هي ميزون اي ديكو دونك زيدوا ولينا نجمو نشريو لي موبل زيليكترو ميناجي اللي حاجنا به في الدار الكل
معناها في لي ميبل راهو خاطر ميبل دي سوم كبار معناها باش يعملوا 20% يعملوا ولا قداش 20% 40% 50% ولا 30 معناها باش يربح برشا فلوس بيان سور هكا ولا معاهم كالعاده لي بوان وي كاش شنو هو لا دوزيام بون نوفيل لا دوزيام بون نوفيل هي اللي فريويتا ولات ديسبونيبل على الاي او اس على الاب ستور دونك على الايفون اللي عندهم ايفون اونتر اوتر انا ولاو ينجموا يقضيوا منها والله نحب انا تو نعرفها الابليكاسيون لكن نعرفها طول عمرها على البلاي ستور نسمع بها بس هي اللي انت تو تستعملها كان عندك ايفون هي بدا عندها ايفون واعطي رايك فيها لان مهمه نعرفها انا ديجا كريتها المره الاخرى في البرنامج 100% تونيزيان نعرفها صحابي يستعملوا فيها لكن انا نجم نستعملها خاطر عندي ايفون اي مبروك عليك مالها وليت نجم تستعملها على الايفون تعرف تستعملها نورمالمون عندك عليها فكره ولا نعطيك فكره خاطر انا كيفاش يتبدلوا قلت لي لي بوان هذيك ما فهمتهاش حاجه الفلوس حاجه بالكاش Donc c'est une application 100% tunisienne, 100% free. أكثر من 100,000 تونسي عطاو فيها ثقة ويستعملوا فيها. فيها دي برومو يبداو من 20% ويخلطوا حتى الأكثر من 70%. بعد نقول لها هي خلطتها باش تولي تستعملها. دونك كيفاش تستعملها؟ تدخل على أي كاتيجوري تحب عليها، تلقى برومو تحب عليها، تكليكي على أوبتونيغ لو كود، توريه للبارتنير أون كيستيون اللي مش هتقضي من عنده. يسكاني لك الكود تتمتع بالريدكسيون وفوقها لي بوان وي كاش اللي كنا نحكيو عليهم لي بوان وي كاش هما سي دي بوان تربحهم كيما دي بوان ميرسي باغ اكزومبل تربحهم قد ما تشري قد ما تاخذ دي ريدكسيون تاخذ دي بوان وي كاش وي كاش اللي هما يوليو فلوس ويتصبوا لك في الكونت نتاعك تعمل بهم بعد اللي تحب عليه فهمتك لكن حبيت نسال معناتها بالسوم قد ما تزيد السوم تزيد النسبه معناتها مش كيما اللي يشري صاله ب 5 ملايين كيما اللي يشري مثلا حاجه ب 100,000 اي 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 حسب المونتو اللي بتوصل حسب المونتو حسب البروموسيون اللي موجوده زاده معناتها كي تبدا البروموسيون اكثر الويكاش يجي قد ما انت باش تصرف قد ما باش تاخذ دي بوان ويكاش وكل مره تزيد تعاود تاخذ حتى لو ميم ارتيكل فهمتك فهمت دونك اللي اون برومو تعاود تاخذ لي بوان ويكاش دونك فيها لي كاتيجوري الكل نورمالمون اللي انت تحب عليهم فيها لي سونتر ديستيتيك فيها وين تغسل كرهبتك تعمل قهوه تشري كتب معناها انت مغروبه في الكتب فيها بالحق بالحق جون ريغول با راهو فيها بالحق فيها تشري الكتب باش نمشيو نشوفوا توا لو في تي ار نتاع لي بون بلان دو فريوي وتو باش نحكيو لكم على جديد كاتيجوري جديده تزادت في فريوي اللي هي ميزون اي ديكو اخترنا لكم منها في تونس وبالضبط في الشرقيه واحد للي بروفيسيونيل والعبيد المغرومين بالديكوراسيون واللي يحبوا يبدلوا الموبل نتاع ديارهم نلقاو عندها دي موبل ابياج اون بوا باركي دي زارتيكل دو جاردان اي اكستيريور وفي فريوي اخترنا اوفر عند انتر بوا امبيونس كي بروبوز دي موبل دو جاردان من الكريسي للصالون اكستيريور لي ترانزا دو بيسين اللي تنجموا تاخذوهم اترافير فريوي من موان 20% حتى moins 35% ou dit autre pour hasta 999.8 cash kif tescani le code and interbois ambiance ونكملوا في كل ما يخص الدار اخترنا لكم اوفر عند اخ تي الكترو اللي عنده دو بوان دو فونت وحده في المرسى وحده في جامرت كي بروبوز دي زارتيكل الكترو ميناجي بارخص سوم في تونس الكل وكان تلقى ارخص اخ تي الكترو سونجاج باش تعطيك لا ديفيرونس اون دوبل نلقاو على فريوي برومو فيها 20% ريدكسيون على بليزيور ارتيكل دي فريغو ماشينا لافي كويزينيير اوت فور ان كاسترابل وبرشا حاجات اخرى وكي تبروفيتيو باي اوفر نتاع ار تي الكترو في فريوي نجمو تربحو حتى 1000 بوان وي كاش تو في الكاتيجوري شوبينغ باش نحكيو لكم على باراكليك بوينت ان بارا فارماسي موجوده في اريانا بالضبط اريانا سنتر في افنيو طيب المهيري و اون ليني زيد تعمل ليفريزون ا دوميسيل بارتو في تونس الكل اللي تلقاو عندها دي برودوي دو غراند مارك اقل اسوام للعائله الكل دي برودوي دو سوان فيزاج كور شيفو كوزميتيك كومبليمون اليمونتير مانسور هيجين وبرشا حاجات اخرى كي ريسبكت لا ناتور دي برودوي بيو اي ا باز دو بلانت تلقاو على فريوي اوفر عند باراكليك بوينت ان فيها 20% سور تو لي زارتيكل وتزيد تربح 50.8 كاش كيف تبروفيتي من لوفر هذي كيما حكينا لكم قبل
الأول اللي فريوي باش تكون في البلايس الكل. عندنا ان تري بون بلان امغرين للناس اللي تحب القهاوي والماكله البنينه في كادر شالوغو وامبيونس مزيانه. تلقاو على فريوي 20% دو ريدكسيون على الكارت الكل في شو اوف مغرين افونو حبيب بورقيبه. لوفر هذي فالابل 7/7 وكي تستعملها تربحك 20 بوين ويكاش. نكملوا في لي بون بلان ريستو لجماعه المغرومين بالكويزين ايطاليان. اليوم اخترنا لكم اوفر عند لو فامو ريستوران لا مارغريتا سبيسياليتي بيتزا افيك دي زانغريديون فري اللي تلقاوه في المنزه 5 والمرسى. والاوفر هذه فيها 20% سور توت لا كارت وتزيد تربحك 20 بوين ويكاش كيف تسكاني الكود عند لا مارغريتا. وتو باش نزوكم السوسه وبالضبط سنتر مارام ريدكسيون فونكسيونيل اي بيان اتر اللي تلقاو فيه بليزور برومو يوصلوا حتى 50% سور فريوي. اخترنا لكم دوز اوفر، الاولى للناس اللي تحب تعمل ايبيلاسيون ديفينيتيف بلوميير بولسي. تلقاو برومو فيها 6 سيونس ديبيلاسيون على لوميير بولسي بور 3 زون افيك ان بيلون دو بيلوسيتي غراتوي. لوفر هذي كانت 1430 دينار ولات ب 699 دينار اكاهاو سور فريوي. وكي تبروفيتي من لوفر هذي تزيد تربح 1400 بوان ويكاش. لوفر الثانية للناس اللي عندها بروبليم دو غريس في بليزيور زون من بدنهم، اخترنا لكم برومو في لا تكنولوجي دو كريولي بوليس باش تقضيو على لي سيلول غريسوز سور دو زون تختاروهم بعد اناليز اي بيلون دو كور. لوفر هذي كانت 650 دينار ولات ب 299 دينار كاهاو وتزيد تربحكم 590 بوان ويكاش. Freeway, l'application mobile jdida, elle est offerte un accès direct, rapide et gratuit. Pour des promotions, win intime aujourd, ou fait plusieurs catégories. C'est le yesser. Il suffit d'artal le promo litage bug, de cliquer à obtenir le code, ou tu arrives chez notre partenaire au moment du paiement. Ou hakeka, t'es ma table des réductions, yuslo hattel saba infilmier. Ou mezel, ma Freeway, à la col promo, testarmela, terbah des points, oui cash, convertible flous. Avec Freeway, je dis oui. يعطيك الصحة. أنا مع فريوي جو دي وي، وأنت سمارة تو دي وي ولا جربها وتقولنا؟ وي وي مادام فما فلوس فما حركة فلوس كاس وتونسية أمور نبي. شكرا بلها، شكرا سيري بالهادي، شكرا بلها. يس شكروا اللي تفرجوا فينا لجو فريوي متواصل. ما عليك كان تدخل تستعمل لابليكاسيون تتمتع بوحده باللي برومو وكيكا تدخل ديريكتومون في القرعه وتنجم تكون انت الجمعه الجايه بحذانيه تربح 1.5 مليون كاش. ليدي سمارة مش اول بوليميك ومش اخر بوليميك تتوجه لك انت شخصيه مثيره للجدل في البوليميك. وسط مو يقولوا حبيت تولي مريم الدباغ نتاع لك الفيزيك ما يسمح لكش. دونك كيل سونس ما يسمح ليش من انا ناحيه سونس انتردي. شوف اسعانا مريم دبيخ تعجبني على الخبرات اللي على قلب. علاش؟ ساعات تقول لهم لازم يتقال قبيحه كوميم. كل انسان يقول الحقيقه سميه قبيح. لا مش قبيحه بارفوا تتقبح هي لكن مش فيه. مد انت مادام ما شربت طوميو نعملوا رابيل. تعرف اليوم الليميسيون نتاعنا التيم نتاعنا بازي على المحافظه على الماء ليكونومي دو لو لانها الطاقه سي دي ريسورس. ما نعرفش انت كان تقرا برشا لي ريسورس هذوما اللي هما قاعدين يضعفوا برشا واللي بلادنا اليوم الريسورس نتاعها نحن تحنا دو لا بوفرتي في الماء في تونس. وضعيتنا مزريه برشا ونحن توانسه زاده مبذرين برشا برشا الماء. تقول وزن نهار كامل نسيقوا الدنيا وكل الادواش والكراب كل شيء نعملوا فيه بالماء وصب الماء وصب اسله. دونك نذكروا بعضنا ونذكروا راهو يستحفظوا هذيك الطاقه لولادنا لولاد ولاد اولادنا. ستين بارونتيز. دونك نرجعوا معاك انت تتوجه لك برشا اتهامات. دونك انا باش نعرض عليك بعض التهم الموجهه وانت تجاوب. هذه معناتها تهم كبيره ولا صغيره؟ ما كانش خلينا نخرج نجري. قلت لي كتهم موجهه لك انت مش اختار ماني انا ثم حاجات نحسب روحي مانيش انا فيها. اي مش مشكل احسب روحك فوق بروفيل. انت تو احسب روحك فوق بروفيل. بروفيل. ستار الله وكهو. ستار الله. يتهموك ليدي سمارة انك تنشر في التفاهه وقله الحياه في السوشيال ميديا. لا شنو تجاوب؟ لا غلطه برشا. انا عاونت برشا عبيد وانا قويت برشا نساء وانا حليت مشاكل برشا ناس وعمرها ما كانت تتحل كان مش ليدي سمارة. يحبوا يقزموني لاكثر. التهمه الثانيه يتهموك برشا نساء انك ضد المساواه ضد المراه والراجل وانك ضد حقوق المراه وخاصه في خطابك ميزوجين.
ونقول مرا مرا والراجل راجل كيلك تستنقض وقت اللي في وقت اللي فيمينيست يحبوا يقولوا المرا والراجل كيف كيف مساوي وانت كي تقول المرا مرا والراجل راجل معناه ماهمش كيف كيف ماهمش كيف كيف في حاجات وكيف كيف في حاجات كيفاه ما فهمت معناتها انا كي نقول المرا حاجه والراجل حاجه معناتها انا قاعده لهنا ضد المراه هكا تو كلامي ضد المساواة مش كيف كيف لا المساواة المساواة في كل شيء أنا موجود لكن الحاجة اللي ما تقدرش عليها المرأة يكملها الرجل العكس صحيح احنا نكملوا بعض ماناش أعداء ماناش أعداء توا هاوك الكلام هذا يهز لي نحن ولينا أعداء ماناش أعداء احنا نكملوا بعض باهي يتهموك انك تعاركت مع فنانة معروفة على خاطر رجل أعمال كبير كنت أنت على علاقة به هو ساعة مش كنت أنا هي كانت على علاقة بيه فهمت مش أنا اللي كنت على علاقة بيه وانتي مالاش عملت اختفت اختف تينا حتى سلكة معلي عندي مش نختف الرجال في العركة صارت معناها ما لا ما ما خليتش وصل العركين وقفت الضرب غادي يحبس غادي قتله مش تعاركوا على هاي هز كيفاش أنا العرك ما نحبوش وصلتوا عركة على راجل مش معناها زدت تستنقص من راجل وليت وش معناها عرك على راجل انت هكا فهمتها كي رجال يعاركوا عن سي ونسي يعاركوا على رجال شنو فسر تو اي بفسر لا تتفهم بالغلط ومنك بوليميك اخرى تخرج من هنا وعليا وعليا ماكش ناقص عارك على راجل معناها شنو عارك على راجل خاطر الراجل ما تعملش فيه تخطف كان حاجته بيك تو يجي برشا نسي تعاركوا خطفوا نسي نسي اخرين رجال ماهوش سيستيمي كل انسان حبيت تخطف كي صارت العركه بطلت لا 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 فسر لنا هاد باش نفسر لك الشخص هذا مع انسانه اللي قلت عليها انت وما عادش مع بعضهم عندهم برشا انا اصلا ما عارفش كانوا مع بعض وكسقت. مغنيه لا ممثله لا شنيه مالها باتريه نتاع كهرباء فنانه اش تعمل مغنيه ممثله راقصه رسامه شخصيه مشهوره كي ليدي سمارة اما تطلع في التلفزه الفرق بيني وبينها كرونيكوز معناها نجم تكون انا على فكره رفضت 700 مره خدمه الكرونيكوز ما نحبهاش زادة درت على الكرونيكوز توا تحل في حرب اخرى جديده ما نجمهاش الخدمه الخطاب في مجموعه ما نجموش هذا هو قصدي لا اكثر ولا اقل تخرج تستفرد أي فكره وحدي نجم نتكلم يدخل معايا عبد يا نسكت جمله واحده يا نستفحل برشا يتهموك انك نحيت نحيت ولا ما نحيتش ما نحيتش انا مشيت وخليتهم يعني. الزوز على رجل اعمالي تحكي عليه لا نحكي في موضوع اخر اش نحيت في هذاك الموضوع سطر لي ما جاوبتش عليه عاد خلينا نكمل نجاوب عليه في دقيقه هي علاقه كانت بيني وبينها سابقه جيت انا ما نعرفش هما في علاقه مع بعضهم كي جيت انا ولا بالعسل هو يا اخي خليت انا الوحده صحفت العسل الكل يا اخي مشيت انا وما رجعليش ليها هي لا انت لا هي معناها لا انا لا هي وحسك فرحانه كي علخ برشا سقوطيه ليدي سمار برشا سقوطيه والله مش سقوطيه خاطر كنت نشوف يودي حكي شريره شريره ليه ليه خاطر توجد قاعده وتجي تقول لي انا كنت شي كنت على روحك شنو عمل لك هاي هاني خليته لك ها هاك ها هاك قعدنا كيك قعدنا كيك هاي لا 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 انت لا ما نقعدش كيك وحتى هي ما تقعدش كيك وحتى هو ما يقعدش كيك اما ما تعركه زايده يتهموك اي انك نحيت اي اش نحيت نحيت برشا حاجات انا نهي منهم لنا بالحق قالك يزي احشم تلفزه وعيدت تتفرج انا قلت نحيت برشا حاجات يتهموك انك نحيت فلوس راجلك الثاني التركي يا وخيتي ما عادش في حتى راجل كورت بيه كورت بيها وهذاك يكور 10 نسيك وهربت من تركيا وهربت من تركيا جاوبني ما تفهش الموضوع اي خطر هربت يا اي جاوبني عايشك ما تفهش الموضوع مش لحنا قلناه كلام قاعد يتقال ويدور برشا باهي وانت اكيد سمعته مش غريب عليك لا بريف ما مكش شوكي لا لا مانيش شوكي نعم ماهوش صحيح ما نحيتش فلوس حتى حد وما هربتش مال شنو صار تهيؤات ديما يتهيئ لهم تهيؤات ويحطوها في مجموعه من التهم ويهبطوها على راسي انت مادام تهموك بالف خذيت فلوس راجلك من تركيا معناها رجعت بالفلوس من تركيا انا طول عمري رجعت بالباب انا طول عمري بفلوسي والله العظيم طول عمري بفلوسي صحيح هو زادني في العلم درجة ما قلنا شيء وهذا الشيء تحسب له دللني برشا فماش حتى راجل دللني كما راجلي الثاني بحب صراحة تامة طلقك ولا طلقت وراس ميمشي تفهمنا وكها لا طلقني ولا طلقت أنا عمري ما كانت عندي عداوة بحتى راجل عرفته في حياتي الدليل علاقتي براجل الأول معناها تحب تحكي لي وتقول لي اللي توما اموركم باهي عسل لا امورنا مش باهي بعد جاء نهار قلت له يا اخويا خلينا نمشي وخليها هكا عسل
اما تعرف هك القطره قطره اللي في ذي الكيس باي ماش عندك طاقه باش تعارك في الاخر تمشي وكهو برشا عارك من الاول في النهار نفس تعاركيت انا وراجلي تفهموش قوي برشا والاولاني تعاركت معاه لا لا الاولاني دمو بارد ما يتعاركش معاه ذاك علاش مشيت ما حبش تعارك ما حبش يتعارك معايا يا اخي مشيت تلقيت واحد اخر يتعارك معك كي لقيت واحد تعارك معاك خليته خاطر يتعارك معاك مهبوله يا خالتي تضحكني ما تخلينيش نشوف سيريوزمون تضحكني تخسر ليك يا اخي كلها من همومه حرفوك في هذا وحرفوك في هذا يا اخي بالك شي منك انت ما تعرفش تتكلم ما تعرفش تعبر يمكن لا لا ولا تزرب في مواضيع اكثر من لازم نعبر اكثر من لازم ونحكي في مواضيع ولا ما تحسبهاش وتحكي في مواضيع حساسه وما تحسبهاش ما نحسبهاش اي ما نحسبهاش هكاك بالضبط ما نحسبهاش سبونتاني برشا صريحه برشا تلقائيه برشا فهمت اللي قررت معاش تكون تلقائيه برشا تو ما عادش نحب نتفهم بالغلط لطفي يزي فيه البرك يزي قاعده نخرج في تصويره مش شينا سام في مالك اخي تخسني ما توجعنيش انا ذيك توجعني لكن في عود نقعد انا نعمل هكا توجع فيا نحل نشوف حل باش نحيه فهمت باش نبرمج هكا لكن لن توجع ولا متوجعش زيت توجع اللي اخدم. اللي يشوفك من الاول يحسك هكا ماكش موجوعه لكن انت موجوعه وتحب تخبي مش نحب نخبي وكي نوري الوجيعة شو مش تبدل مش توري مش حكاية توري انت موجوعة شيمنا توري ما توريش انا نتوجع لكن ما نقفش في الوجيعة معك انت اليوم نتوجع فرصة لنا قاعدين نحكيو معاه واضح انا نتوجع لكن ما نقفش عند الوجيعة وهذا ديما اللي نقوله متى توجع واخدم توجع واخدم انت متقلقة وموجوعة من التصويرة متاع المرأة اللي حطوها لك وانت كنت سبب فيها طبعا فما جزء كبير انا سبب فيه طبعا يا اخي بالك شي لعبه جابت حكايه من مخاخه وحطت هي طرف من الحقيقه و90% من الخيال المبرطع لكن انا البروفيل اللي تركب عليه الاتهامات جي قدو كي محلاها جي اي زاد نادمه اليوم على هذا لا. على خاطر غلط نقول لك علاش مش نادمه خاطر في وقت من الاوقات كي خرجت واعتذرت وليت متهمه اكثر وانا علاش نعتذر هاني نخدم ونصفي مش اعتذار نحكي عن الندم لا الاعتذار حاجه فما شكون يعتذر ومش ندم لا انا اعتذرت ومانيش نادمه حتى الاعتذار نسحبه ما عادش حاجتي بيه لو كان انا باش نعطيك سلاح انت تضربني به ما نعاود نحيولك من يديك خاطر انا عطيتكش سلاح انا عطيتك يد باش تصافحني به خي انت خرجت لي فرد في وجهي نحي اليد نخرج فرد رجعت تتفرعن معناها لا لا فرعين هذيك مشي يا اخي توا برجع يا لطفي راني عمل مانيش صغيره مانيش صغيره انا كل ما تكبر بنتي قد ما زيد انا نحشم بنتي تكبر وانا نحشم بنتي تكبر بنتك وانا نحشم بنتك اليوم اي الستاتيو بتاع امها هذايا اللي مقلقك لا لا لا, لا هي انا وبنتي صحاب برشا لكن وقت اللي بنتي تمشي للمكتب وتجي طفله تعارك معها تقولها بنتك تقول في امك تقول في الكلام الزايد تجي ننقص وانا لساني اي تقللها هذا اي تقللها طبعا وهي قالت لي من وقت انا وقفت متخسرني تخسرت العباد قالوا لي وقف تي انا العباد نعرفهم يحبوا يسمعوا كان هكاك لكن انا عمري ما كنت فرده بيد اللي العبيه اعمل هكا ومتاع مشاك انا نعمل اللي يقول لي عليه مخ دونك بنتك وصل لها اي وصل لها طبعا وصلت العمر بدات تفهم اللي جات قتلي فيه اش قتلك قتلي ما راهو صاحبتي قتلي كذا وكذا قالتها لي هكا فهمتها انا فهمتك وما جاوبتهاش لكن على هذا النحو اتصرف معناتها حسيتها كمام انا حسيتها بنتك. حسيتها كان من بنتي انا باقي كل ما نحسش ما نعرف ما يعرفونيش مش ما نحسش بدك يا لطفي راني مش ندكك على عباد ما يعرفونيش علاه باش تخش من عبد ما يعرفنيش رك حاجه فهمتها بالغلط اي ميساج فسر هي اللي انا بتاتر نعرفها خاطر نعيش فيها ميساج فسر هي اليوم انت كيفاش طالب الجمهور باش يعرفك يعرفك اللي يعيش معاك لا الجمهور اللي تبع في على انستغرام لكن انت اليوم تعرف بطبيعتك انا اليوم مثلا كان نقعد نحكي نص ساعه في فيديو على البيئه اي على البيئه أي. وعلى الماء ونقول كلمتين زايدين الكل يطيح وقعد يمشي هذوك اي فوالا بيان سور اي هاني قاعده نخلص الفاتوره نتاعو انا لطفي بالكش تعديت لي هو في هكاكه هاني نخلص الفاتوره لكن انت تحكي هي الفاتوره اللي تخلص الفاتورة فيها الفاتوره مثلا نختموا معاك البرنامج الفاتوره اللي نخلص فيها ها هاك تشوف ها اعطيني كلام مش هاك تشوف في المهموته هذه يتفوك يقزموك يحطوك في اطار ما يحبوكش تخرج منه هما ما يحبوش انا باش نخرج امك امراه متدينه برشا وتقرا في العلوم الاسلاميه واليوم تقرا في العلوم الشرعيه اي شنو هي موقفها من ليدي سماره مش منك انت من ليدي سماره الشخصيه اللي حطيتها انت انا امي ماهيش ما تحبش لكن ما تتدخلش ما تحبش لكن ما تتدخلش
ما قتلكش عايش بنتي يفك علينا؟ لا. ما تنصحكش أمك؟ لا. أمي تخزر لي بركة نفهمها من غير ما تنصحني. ما تراني أنا ما نحبش لكن اللي تراه صالح عامل. من غير ما تنصح ما شفتش في عينيها زادة عايش بنتي يزي؟ تخاف علي من الخوف علي كهو. لطفي ما تنساش لي أنا أمي العبيد الكل في الشارع يبدأ يبوسوا فيها ويعنقوا فيها ويقولوا لها ربي يرحم والديك على الطفلة اللي جبتها. أنا ساعات نبت نقول لك جمهور الفيسبوك هذاك ما يعرضنيش في الشارع. في الشارع عبيد الكل تعنق فيها وتبوس فيها يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة. ساعات يحسون لي أنا أم كلثوم تونس. ساعات لي غلطوني في روحي. بعد لف في فيسبوك نلقاهم يسبوا فيتي عايشين في انفصام العبيد راه. شكرا ليدي سمارة هذا كان عايش. الموضوع معك عايش. واللي حشته باش يعرفك وباش يفهمك يتبعك كما قلت انت فوالا نحن ساعات مظاهر خادعة ساعات لي زامبرسيون الاولانيين غلطين نحن شفنا امراه محترمه هنا في في البرنامج هذايا امراه كلكو بار تحب ولا ما تحبش تقول كلكو بار نادمه كلكو بار موجوعه طبعا من حكايات قويه زاد في نفس الوقت في حكا في بلايس نخلي لك كلمه الختام والله ساعة كما قلت لك راني نحب نشكرك ياسر خاطر انا كلموني برشا برامج ملي صارت البوليميك وقلت لهم نحب نمشي بحذا لطفي علاش تعرفني قبيح وتعرفني نجم لا انا تبع فيه البرنامج نتاعك لا ما عندكش اك الطريقه نتاع تشد الضيف تقزم فيه تقزم فيه تحرش فيه مسكين لين يتعصر قلبه ويخرج وانا ديك الطريقه نكرهها برشا انا عندي عادش بي انت قاعد تواجهني في الحاجات اللي قاعد العبيد تقول فيها شنو وينو لهنا نحب نفهم وينو التقزيم وينو التحقير ما يحقروش عباد يجيو فوالا ليه ثم برامج تحقر مش هدف البرنامج هذا فوالا هذا هو اللي نحب نقول جيستنا نحن نعطيو لوكازيون لاي انسان اليوم فوالا يا فنان يا متهم يجاوب جاوب فوالا جاوب هيا للجهه والعباد قالوا لك جاوب مش تتحقر تقزم فيه مش حلوه كيكا فهمت حاجه اخرى نحب نقولها اللي يحب يعرفني يتبعني كلمة الختام اللي يحب يعرفني تبعني شكرا كان حوار شيق مع ليدي سمارة نخليكم فصل ثم نعود